اكتست ولاية الصعيد حلة بيضاء عقب تساقط كثيف للثلوج مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتسببت الثلوج المتساقطة في غلق عدة طرقات وصعوبة في السير بالنظر لكثافة الثلوج، وتدخلت مختلف المصالح على غرار الحماية المدنية الدرك الوطني لحل الطرقات وتسهيل حركة التنقل. وسجلت مصالح الحماية المدنية 3 تدخلات في مجال حوادث المرور، ولحسن الحظ لم تسجل أي خسائر بشرية، وبادر الأطفال إلى الخروج إلى وسط الأحياء السكنية للعب والفرح والمرح والتعبير عن فرحتهم لتساقط الثلوج. من جهتها حذرت المصالح الأمنية ومديرية الحماية المدنية كل سائقي المركبات بتوخي الحذر لتفادي حوادث المرور. كان جو ممتع وثانية الحمد لله لي صب عدنا ورانا مستمتعين فيها كل يوم أن يكون فيها فعل تخير. رانا في 4 سنوات لم يسقط الثلج، وهذا العام سقط ونتمنى أن يسقط مجددا، ونتمنى أن يكون سقوطه خيرا على البلد.